احنا النهاردة معانا كده موبايل مش عادي، موبايل كده جاي من المستقبل، دبابة، صاروخ، قول اللي انت عاوزه. هو وزنه تقيل شوية بس في كل حاجة انت ممكن تكون محتاجها في اي موبايل. تصميم خطير وكمان مقاوم للكسر وكمان مقاوم للمية، وكاميرا تحفة وصوت ستيريو ممتاز، وبطارية مش عملاقة، ده عملاقة العمالقة. انا ما شفتش موبايل في العالم بنفس البطارية دي، ويمكن هو اللي متقل وزنه شوية. ده هو الهايبر 7 برو. معظم الموبايلات المصفحة اللي بتبقى بالشكل ده بتتلاقي امكانياتها عادية ويمكن اقل من العادية شوية، لانه في الغالب بيكون معمول عشان يبقى مقاوم للكسر وبس. اما الموبايل ده فالشركة عملت فيه كل حاجة ممكن تخطر على بالك، حطولك كل الامكانيات اللي انت نفسك فيها وممكن تتخيلها. الموبايل مصفح من جميع النواحي، ما بيتكسرش، ما بيغرقش، من الاخر هيعيش معاك العمر كله. فمن الاخر كده احنا نتكلم عن موبايل خرافي من جميع النواحي. فمبدئيا كده اعمل لايكك الجميل وكومنت لذيذ من الكومنتات اللي انا بحب اشوفها منكم دايما. وعموما انا برد على كل الكومنتات، ولو انت لسه مش متابعني فانت لازم تتابعني دلوقتي حالا عشان خلاص قربنا نوصل على 2 مليون متابع. وافتكر اني قلت لك طالما انت مش متابعني فانت فايتك كتير. يلا بينا، يلا بينا. مبدئيا كده خلونا نستكشف الموبايل اللي معانا النهارده. العلبة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، علبة كبيرة جدا ومكتوب عليها اسم الموبايل و16 جيجا، وتقدر كمان تزودها ل 20 جيجا زي ما انتوا شايفين. انت متخيل انك تكون ماسك في ايدك موبايل 36 جيجا رام؟ مش ممكن بجد، وربع تيرا كمان. نفتح كده العلبة بقى هنتلاقي راس الشاحن اللي هي 33 واط، واللي الحقيقة انها تعتبر عيب من عيوب الموبايل واللي هنتكلم عنها في اخر الفيديو. هتتلاقي علبة كده صغيرة، نفتحها مع بعض، هتتلاقي فيها كابل الشاحن ووصلة كده مش هتلاقيها في اي موبايل تاني، والوصلة دي بقى هتقدر انك توصل بيها فلاشة للموبايل، وكمان هتلاقي كتاب التعليمات اللي محدش فينا بيعبره ومنديلين. والحقيقة انا معرفش هم ليه جايبينهم اصلا مع انهم مش جايبين سكرينة، وكمان الموبايل اصلا موجود على سكرينة. واخر حاجة معانا بقى دبوس معدني، يعني العلبة بقى فيها كل حاجة. واحد دلوقتي هيقولك الله، امال فين الجراب والسكرينة؟ جراب وسكرينة يا عم؟ انا بقولك معاك موبايل ما بيتكسرش، مستحيل يتكسر وانت تقول لي جراب وسكرينة. صباح الفل يا معلم، انت معاك موبايل ما بيتكسرش، مستحيل يتكسر، انت ماسك في ايدك دبابة، انت ماسك حرفيا دبابة مش موبايل. يعني لو انت عندك طفل او ابنك ربنا يخليه لك، يعني اديه الموبايل وانت قلبك مطمن. قلبك مطمن ايه؟ ده انت اديله الموبايل وقول له لو انت راجل اكسر الموبايل ده، يعني انت موبايلك في التمام ومهما يقع مش هيحصل له اي حاجه، وعلى ضمانتي كمان يا معلم. سرعه شحن الموبايل ده 33 واط على بطاريه بقى تفتكر كام؟ هتقول لي يعني اكيد زي اي موبايل عادي 5000. 5000 يا عم؟ يعني انت شايف الحجم كل ده وجاي تقول لي 5000؟ يبقى انت كده بتهزر بقى. خلاص يا عم 6000؟ لا لا قليل برضه. طب 8000؟ لا لا قليل برضه. طب 9000؟ لا لا قليل برضه. خبر ابيض 9000 وقليل؟ اه والله زي ما بقول لك كده 9000 وقليل. الموبايل ده بطاريته 10800 ملي امبير، يعني بطاريه الموبايل ده هتقعد معاك 4 ايام وخمس ايام كمان مستريح، لانه مهما كان استخدامك فمستحيل بطاريه الموبايل ده هتخلص في يوم او حتى يومين يعني. ولو جينا بقى نبص على شاشه الموبايل ده فاحنا هنتلاقي حجمها كبير، بس الحواف بتاعتها تخينه شويه، لا شويتين بصراحه. عموما هو حجم الشاشه 6.6 انش بدقه اف اتش دي بلس وبريفريش ريت 120 هرتز، يعني صاروخ وانت بتستخدم الموبايل ده. مفيش بقى تهنيج والكلام ده، لو دخلت على تطبيق وطلعت منه تعمل سكرول صاروخ معاك، الموبايل شغال تمام معاك وزي الفل ومستحيل انه يهنج منك. شاشه الموبايل ده اي بي اس ال سي دي، هو اي بي اس لكن للامانه الوانها ممتازه، انا مش شايف فيها اي مشاكل الصراحه، الوانها تحفه وانت بتتفرج بقى على اي حاجه هتكون مستمتع، والوانها بصراحه جميله. هما بيقولوا ان مستوى سطوع الشاشه دي 500 نتس، بس انا الحقيقه لما جربتها تحت اشعه الشمس حسيت انها اعلى من كده، لاني ما تلاقيتش اي مشاكل وانا بستخدم الموبايل تحت اشعه الشمس. الحقيقه ان انا شفت الموبايل كويس جدا جدا. تعالوا بقى نتكلم عن جسم الموبايل. بص يا باشا، هتلاقي من فوق كده وتحت بلاستيك، وفي الجوانب سبائك من الالومنيوم، حتى زراير الموبايل هتلاقيها برضو من سبائك الالومنيوم. اما بقى لو جينا نشوف ظهر الموبايل هتلاقيه جلد، جلد وملمسه فاخر بصراحه، خامه محترمه جدا. وهنا شريط من سبائك الالومنيوم، في نصه كده هتلاقي شفاف ضوءه قوي جدا جدا جدا. اكيد دلوقتي انتم ملاحظين قوه الاضاءه بتاعته زي ما انتم شايفين قدامكم كده، وفي اخر بقى الخط ده هتلاقي اسم الشركه اللي هي هوت ويف، وهتلاقي برضو حوالين الكاميرا نفس المعدن. الموبايل وزنه تقيل؟ لا تقيل بصراحة، وزنه بالظبط 397 جرام، بس ده طبيعي
عشان البطارية العملاقة اللي موجودة فيه. فلو انت مش متعود انك تمسك موبايلات ووزنها تقيل شوية في الاول كده هتحس ان في حاجة غريبة انت ماسكها، بس مع التعود بقى لما تفضل ماسكه مرة واثنين وتلاتة خلاص عادي مش هيفرق معاك الموضوع. على يمين الموبايل بقى هتلاقي الزرار اللي بيعلي ويوطي، وتحت كده هتلاقي زرار الباور واللي عليه بصمة صاروخية جدا، بجد بصمة سريعة جدا، بلمسة واحدة الموبايل هيفتح معاك. والجنب التاني منفذ الشريحة اللي هتقدر تركب فيه خطين وفي نفس الوقت كارت ميموري كمان، وفوق كده سماعات الموبايل، والموبايل بيجي بسماعات ستيريو ممتازة موجودة فوق وتحت زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا مع بعض كده نشغل اي حاجة ونسمع صوت الموبايل ده. الموبايل ده فيه كل حاجة انت ممكن تكون محتاجها وبأقل سعر ممكن. اعمل لايك وفولو وتعالوا نشوفه مع بعض. تصميمه مفيش احلى من كده، جامد بجد. وشاشته كبيرة 6.6 انش. ايه اوعى تشتري السامسونج A55 الا لما تعرف العيوب اللي فيه. مفيهوش كاميرا تيليفوتو اللي هيخليك انك ما تقدرش تصور صور بورتريه احترافية. وتحت كده بقى زي ما انتوا شايفين كده هتلاقوا منفذ الشحن، لازم تفتحه كده علشان تقدر انك تحط الشاحن فيه. واكتر حاجة ابهرتني في الموبايل ده انه موجود فيه شاشة في ظهر الموبايل، هتقدر تعرف منها الوقت وكذا حاجة، ومثلا لو ضغطت ضغطة مطولة زي ما انتوا شايفين هتقدر انك تظبط الخلفية اللي انت بتحبها، وكمان تقدر بقى تقلب زي ما انتوا شايفين كده هيظهر لك البوصلة، وكمان هتقدر بقى انك تصور بالكاميرا زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، بجد حاجة جامدة جدا يعني. وبجد دي حاجة رايقة جدا انك تصور نفسك سيلفي بالكاميرا الخلفية، يعني تخيل كده تكون بتصور نفسك سيلفي بالكاميرا الخلفية وفي نفس الوقت شايف نفسك. لا بجد ميزة رايقة، واتمنى ان كل الشركات تحطها في الموبايلات بتاعتها. كمان بقى هتقدر انك تشغل الميوزك او اي حاجة تسمعها من هنا. معالج الموبايل ده هو الدايمينيستي 7050، وده المعالج اللي موجود في معظم الموبايلات الفئة المتوسطة، هو معالج ممتاز، هتقدر بقى انك تتصفح الموبايل بكل سهولة وبكل سلاسة، الموبايل مش هيهنج معاك، وتلعب برضو الالعاب اللي انت بتحبها بدون اي مشاكل، وكمان تقدر تلعب ببجي على 60 فريم، يعني اداؤه في الالعاب ممتاز، فتقدر بقى انك تعتمد عليه في الالعاب عادي جدا. الموبايل شغال باندرويد 14، يعني هتلاقي اداء الموبايل سلس معاك وانت بتستخدمه، ومهما بقى انك تستخدم الموبايل ده مستحيل انه يسخن معاك، وانا بصراحة مش عارف ايه السبب، بس تقريبا ممكن يكون بسبب العوازل اللي هم حاطينها على ظهر الموبايل زي ما انتوا شايفين كده. الحقيقة انا بستخدم الموبايل لفترات طويلة والموبايل ما بيسخنش بصراحة. تعالوا بينا بقى نشوف الكاميرات بتاعت الموبايل ده. كاميرا اساسية 200 ميجا بيكسل، وانا مش عارف ازاي موبايل بالسعر ده حاطين فيه كاميرا 200 ميجا بيكسل، بجد مش ممكن. بس بصراحة كاميرا ممتازة وشارب جدا، والصورة كلها التفاصيل، تعرف بقى تزوم في الصورة بطريقة مذهلة بجد، ومعالجة الألوان حلوة، بس مش أحسن حاجة يعني في الموبايلات، بس بجد هتعجبك مش هتضايقك خالص. وكمان البورتريه في الكاميرا دي بجد حلو جدا، وهتلاقي بقى فيه كذا وضع في الكاميرا هيعجبك. والموبايل بقى فيه كاميرا كده خاصة بالوضع الليلي، يعني لو انت في مكان ضلمة فيهوش نور خالص هتفتح الكاميرا وتشغل الوضع الليلي ده هيظهر لك كل حاجة في المكان بطريقة خرافية. ودلوقتي يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده الدنيا ضلمة خالص، بس لو جينا دخلنا على الكاميرا وسحبنا كده ودخلنا على وضع اسمه النايت فيجن زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة هيظهر لنا كل حاجة في الأوضة بطريقة مبهرة بجد يا جماعة، يعني أنا شايفها ميزة رايقة بصراحة زي ما انتوا شايفين كده، بجد يعني ميزة حلوة جدا بدقة 24 ميجا بيكسل، ودي ميزة رايقة جدا الصراحة. المفاجأة بقى ان الموبايل ده هيقدر يصور لك فيديوهات بجودة 4K 30 فريم او 1080 60 فريم. ودلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ نجرب الكاميرا الخلفية زي ما انتوا شايفين كده، ده التصوير بالكاميرا الخلفية للموبايل اللي معانا. عاوزكم بقى تكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في الكاميرا الخلفية بتاعت الموبايل ده والالوان عاملة ايه، يعني كل واحد يكتب رأيه كده في الكومنتات. وهتقدر بقى انك تصور سيلفي بالكاميرا الامامية ب 32 ميجا بكسل، الكاميرا صورها حلوة بالسعر ده لكن مش اجمد حاجة، لكن هتديك صور سيلفي واضحة وهتعجبك، وخاصة في الاضاءة الحلوة هتديك صور ممتازة بجد يعني هتعجبك جدا جدا. وهتقدر بقى انك تصور فيديوهات بالكاميرا الامامية بدقة 1080 60 فريم. وده بقى تصوير الفيديو بالكاميرا الامامية، عاوزكم بقى تقولوا لي يعني ايه رايكم في تصوير الفيديو بالكاميرا الاماميه، يعني انا شايف انها كويسه ومعقوله يعني الى حد ما.
في معلومه بقى نسيت اقولها لك عن الموبايل ده، انه بيدعم ال 5G، يعني لو انت مثلا عايش في دوله بتدعم ال 5G فهيشتغل معاك عادي جدا. الموبايل ده بقى واخد شويه شهادات كده محترمين، فانا الحقيقه احب احييه على الشهادات دي، زي مثلا الاي بي 68 يعني الموبايل ضد الميه، واي بي 69 كي واللي هو بيتحمل الحراره والكسر والسقوط، وكمان بقى واخد شهاده الجلاف مود، عشان بقى لو انت بتحب تلبس جلافز في الشتاء وانت ماسك الموبايل فهتلاقي الموبايل شغال معاك عادي وانت لابس الجلافز بدون اي مشاكل. ودلوقتي بقى هنجرب قوه الموبايل ده ونشوف فعلا هو واخد شهادات اسم كده وخلاص ولا فعلا شهادات محترمه لازم نحييه عليها يعني. فتعالوا بقى نشوف الموبايل ده هو ضد الكسر فعلا ولا شهاده مضروبه واي كلام. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده الموبايل شغال تمام وزي الفل، فخلونا بقى نجرب ان احنا نرميه، هنشوف بقى هيحصل له حاجه ولا لا. بسم الله. تفتكروا هيحصل له حاجه؟ نشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الموبايل شغال تمام وزي الفل ما فيهوش اي حاجه. تعالوا بقى نعلي الليفل شويه ونرميه في الشارع زي ما انتم شايفين كده. هنرميه بقى عده وقعات، يا ترى بقى هيحصل له حاجه ولا لو عاد دي هتاثر فيه. زي ما انتم شايفين كده الموبايل شغال تمام وزي الفل وما حصلوش اي حاجه، بجد جامد جدا جدا. وكمان الموبايل ده زي ما قلنا واخد شهاده الاي بي 68 يعني ضد الميه. تعالوا بينا كده نغرقه في الميه ونشوفه هيستحمل الميه ولا لا. ودلوقتي بقى هنختبر الموبايل ده يا ترى بقى هو ضد الميه ولا لا. هنبدا دلوقتي ان احنا نغرق الموبايل زي ما انتم شايفين كده في الميه. زي ما انتم شايفين كده الموبايل غرقان في الميه بالكامل زي ما واضح قدامكم كده اهوت. نبدا بقى دلوقتي نطلع الموبايل زي ما انتم شايفين قدامكم كده. الاول ان احنا ايه نبدا كده ننشفه من الميه. والموبايل يا جماعه عادي شغال زي ما انتم شايفين كده، ما فيهوش اي مشاكل خالص، شغال تمام وزي الفل. يعني من الاخر بقى الموبايل ده هيعيش معاك العمر كله، ضد الميه، مقاوم للكسر، امكانياته بصراحه خرافيه، وامكانياته القويه دي هي اللي هتسمح لك ان الموبايل ده هيقدر انه يعيش معاك لسنين كتيره قدام. عندك بقى معالج ممتاز، بطاريه عملاقه، شاشه ممتازه، كاميرا حكايه، وصوت ستيريو، وكمان شاشه في ظهر الموبايل، وخامات محترمه، وعندك كمان شريط ليد في ظهر الموبايل. يعني ككل نقدر نقول عليه انه موبايل ممتاز، وانا يعني مش شايف عيب في الموبايل ده غير حاجتين الصراحه. اول حاجه هو وزنه تقيل شويه، تقريبا 400 جرام، فهو هيكون وزنه تقيل شويه، بس لو انت شغلك فيه مخاطره يعني مثلا لو انت شغال في المعمار او انت بتخاف تدي ولادك الموبايل عشان لا يقع منهم لا يتكسر ولا حاجه، فاحب اطمنك ان الموبايل ده هو هيكون الحل، انك انت مهما وقع منك الموبايل ده او وقع من ولادك مستحيل انه هيتكسر. وتاني حاجة بقى هو سرعة الشحن. هو سرعة شحن عالية، بس 33 واط شوية قوي على موبايل زي ده. يا جماعة الموبايل ده بطاريته 10800 ملي امبير، انت ازاي جايب معاه شاحن 33 واط؟ يعني على اقل تقدير هات معاه 67 واط. لكن في العموم الموبايل ده هيشحن معاك بالشاحن ال 33 واط تقريبا في 70 دقيقة، علشان كده كنت اتمنى ان يكون 67 واط، لكن قشطة يعني شغال مش هيقول لا يعني. ونيجي بقى لاخر حاجة واللي الكل مستنيها وهو سعر الموبايل ده. الموبايل ده عليه عرض جامد جدا الصراحة، لو انت من اوائل الناس اللي هيشتروا الموبايل ده واشتريته من يوم 19 لحد يوم 25 الشهر، شهر اغسطس اللي احنا فيه ده، فانت هتقدر تاخد الموبايل ده ب 225 دولار، يعني تقريبا ب 12300 جنيه. وهتلاقوني بقى سايب لكم لينك شراء الموبايل ده في الوصف او في اول كومنت. وبكده بقى تقريبا يكون انا قلت كل حاجه عن الموبايل ده. اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايك في الموبايل ده ككل يعني، وايه اكتر حاجه عجبتك في الموبايل ده، ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبوا لي في الكومنتات. وبس كده، ما تنسوش بقى اللايك والفولو عشان كل جديد يوصلك لحد عندك. وبكده يكون خلص الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.